أنتم دائما على قناتي الجزائرية وتتابعون الآن برنامج الرواق. مشاهدينا الأفاضل أهلا وسهلا بكم. إذن قرابة 140 راغبا في الترشح لرئاسيات 12 ديسمبر حتى الآن، وتتبين حظوظ هؤلاء في جمع الثمرات وكذلك في الظفر بأصوات الجزائريين بعد انتهاء مسألة جمع التوقيعات. اليوم نستضيف لكم في برنامج الرواق واحدا من هؤلاء الراغبين في الترشح، وهو السيد عز الدين مهوبي راغب في الترشح، والأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي الذي أسعد باستضافته اليوم. أهلا وسهلا بك سيد عز الدين مهوبي. شكرا لكم لدعوتي في رواقكم هذا، أرجو أن يكون فسيحا. شكرا جزيلا لك ومرحبا بك. إذن أنت راغب اليوم سيد عز الدين مهوبي في الترشح لرئاسية 12 ديسمبر، ويعني دعني كسؤال أولي أبدأ به، وهو أنه نعلم أن الشعب الجزائري يوم 22 فيفري خرج طلبا للقطيعة مع بوتفليقة ونظامه ومع الأحزاب التي ساندته وعملت بكل جهد على تمرير العهدة الخامسة رغم مرض الرئيس بوتفليقة آنذاك. وأنت في تلك المرحلة كنت وزيرا، واليوم أنت الأمين العام الحالي للحزب الأرندي والذي هو كذلك ساند العهدة الخامسة آنذاك. اليوم أنت تطمح لرئاسيات 12 ديسمبر، كيف ستتم هذه القطيعة سيد عز الدين مهوبي؟ شكرا لكم وشكرا على الاستضافة. كثيرا ما طرحت مثل هذه الأسئلة، ولكن أجدني مضطر إلى أن أجيب باستمرار، لأن المسألة تتطلب إيصال صوتي إلى كل الجزائريين، هؤلاء الجزائريين الذين خرجوا في 22 فبراير كانوا مدركين أن خروجهم هذا لم يكن بصورة اعتباطية هكذا، ولكنه كان يهدف في الأساس إلى حماية الدولة من الانهيار. من حق الجزائريين أن يحتجوا، أن يرفعوا صوتهم، أن يرفعوا اللافتات التي تطالب ب يعني مراجعة كثير من الأشياء التي سادت طويلا والتي ربما كانت سببا فيما آلت إليه الدولة وآل إليه المجتمع الجزائري. كان هناك إحباط عام في الشارع الجزائري، كان هناك شعور بأن شيئا ما غير طبيعي يحدث في الجزائر، إذن كان لابد وأن تكون هذه هذا الخروج الشعبي السلمي الهام الذي تحققت فيه أشياء كثيرة. لا يمكن لأي كان، سواء كان هذا الإنسان ماشي في الحراك الشعبي أو خارج الحراك الشعبي، كل الجزائر استفادت من هذا الخروج، لأنها فعلا حررت كثير من الممارسات في الجزائر، إن كانت ممارسات سياسية أو ممارسات ثقافية، أو أيضا ظهر ما يمكن أن نسميه بالصدمة التي حدثت في الشارع، سواء بالنسبة للذين خرجوا أو بالذين استهدفوا من هذا الخروج، أو بالنسبة حتى لنظرة العالم إلى الجزائر بأنها أيضا قدمت اليوم نموذجا في التظاهر السلمي. عندما نتحدث عن السلمية أيضا يجب أن نكون دائما منصفين، لأن هذه السلمية لا تأتي من فراغ ولا تأتي هكذا. صحيح الجزائريون أبانوا عن يعني عن حضور متميز، عن ثقافة كبيرة في الاحتجاج، لكن أيضا العمل الكبير الذي قامت به قيادة الجيش الوطني في هذا في هذه المرحلة، لأنها رافقت هذا الحراك منذ بدايته منحازة إلى مطالب الشعب، وما كان لهذه المطالب أن تتحقق لولا الدعم القوي الذي تحقق آنذاك. كان الصوت الأول الذي أو المطلب الأساس الذي ارتفع هو عدم تنظيم انتخابات تحت عنوان العهد الخامسة، وتم إلغاء هذه باستقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. إذن هذه الأشياء تحققت وتحقق بعدها أكثر مما كان ينتظره الناس، وهو ارتفاع سقف المطالب من جهة، ولكن
التجاوب الإيجابي الجريء المسؤول من المؤسسة العسكرية التي أمنت بيئة واسعة، ويمكن أن نقول هي بيئة صحية، بدأت بمواجهة الفساد، الفساد الذي طالب الجزائريون بضرورة أن تسلط العقوبات على الذين كانوا سبباً في مآلة إليه، خاصة لأن هذا الفساد لم يكن فقط يطال مؤسسات صغيرة على المستوى المحلي أو بعض الممارسات، ولكنه بدأ ينخر في مفاصل الدولة. هذا الذي كان ربما حرك كل الذي جعل هذا الحراك يعني يرفع مطالبه بصورة غير يعني محدودة السقف. إذن التجاوب كان كبيرا، وهذا التجاوب أدى أيضا إلى إعادة النظر في كثير من المؤسسات من خلال تغيير المشرفين عليها والمسؤولين على هذه المؤسسات. إذن فكانت بسرعة البرق تم إعادة النظر في كثير من الأشياء. هذه جعلت أيضا جعلتنا نحن أيضا الذين كان يشار إلينا أيضا بالإصبع إلى أننا جزء من هذه، لا ننكر هذا، أننا كنا جزء من مرحلة طويلة لا يمكن أن نجتزئها في ربع ساعة الأخير من عمر النظام. نحن موجودون من عام 97، نعم، يعني قبل مجيء الرئيس وما بعده، وشاركنا في كل الانتخابات وشاركت، ونالنا ما نالنا، مرة نصيب ومرة نخطئ، وهذا هو العمل السياسي. نعم. العمل السياسي الآن النتيجة في النهاية. الآن ما هو مطلوب منا؟ مطلوب منا نحن أننا نعيد النظر في هذه الممارسات السلبية التي لا نقبلها نحن الموجودون داخل هذا التنظيم السياسي، نقبل بها لأنها أولا تسيء إلى صورتنا، تسيء يعني تجعل نظرة الآخرين إلينا أنها نظرة فيها كثير من من الشك، من الريبة، ما السبب في أنك تمارس هذا باسم الشعب وأنك تلجأ تطلب رأي الشعب في هذا؟ إذن نحن ملتزمون بأننا سنقوم بمراجعات كبيرة وعميقة في ممارستنا السياسية، وهذا لن يكون بعيد. يعني يمكن أن نقول أن الآن سيد عز الدين بهوبي أنه ربما العقيدة، عقيدة يعني التنظيم السياسي الذي تتحدث عنه، بدأت تتغير أو تغيرت نوعا ما؟ أعتقد أن أول مظهر في التغير هو أن الحزب أصبح يمتلك الجرأة في أن يخرج من هذا الإطار الذي أو هذا الرواق الذي عمر فيه طويلا، وهو أنه ظل دائما عبارة عن لجنة مساندة لمترشحي الإجماع. نعم. الآن أمكن المناضلين في الحزب وبصورة ديمقراطية على الصعيد المحلي في أن ناقشوا مسألة هل سنبقى دائما مساندين أم نتقدم بمرشح مستقل عن هذه المسألة، مسألة المساندة، بمعنى أن هذا يمثل الحزب وحده. نعم. إذن فكان هذه الخطوة دليل على أن الحزب بدأ يستقل بموقفه عن المؤثرات التي كانت تحمله دائما إلى جناح السلطة آنذاك. طيب، فيما يخص يعني مسألة القطيعة التي كنا نتحدث عنها قبل قليل، والقطيعة مع الممارسات التي حصلت طيلة ربما سنوات الماضية، وأنت الآن يعني ربما أعطيت بعض الأمثلة عن هذه، كيف تضمن اليوم سيد عز الدين مهوبي أن تتم هذه القطيعة مع كل تلك الممارسات التي لم تكن تخدم لا الدولة ولا المواطن الجزائري؟ نعم، هذا الشيء طبيعي أن تطرح به. القطيعة هي ممارسة في النهاية، بمعنى أنك عندما تشعر أنك غير مرغوب فيك يجب أن تعمل على عملية نقد ذاتي، ما الذي يمكنني أن أتخلص منه حتى أتمكن من أن أكون عنصرا فاعلا وإيجابيا في الحياة السياسية؟ هذا نحن نقوم به، نقوم به في أننا نقوم بعملية التشخيص، والتشخيص يجب أن تقرأها في عيون الناس، في يعني اللافتات التي تحمل هنا وهناك، في أيضا الغضب الذي تقرأه في عيون مناضليك الذين يرفضون أن تستمر في مثل هذه الممارسة. كانت موجودة،
الحزب في مستوى معين على المستوى قيادته دائما هو الذي يتخذ القرار النهائي. أحيانا عندما يكون هذا القرار النهائي لا تراجع فيه القاعدة يكون ضارا بالحزب مستقبلا، وهذا الذي حدث. لهذا فنحن في قرارنا في عملية الترشيح هذه الأخيرة ناقشنا المسألة على مستوى قيادة الحزب، قلنا الآن الانتخابات مقبلة، أي قرار نتخذه؟ كان هناك إجماع على أنه انتهى زمن المساندة لنقترح مرشحا لنا. قلت لهم نعم للحزب. قلت لهم هل تريدون مرشحا من داخل الحزب أو يمكننا أن يعني نستقدم شخصية ولو مستقلة ونقدمها باسم الحزب أم ماذا؟ قالوا يجب أن يكون من الحزب. قلت إذن لنترك الأمر للقواعد في الولايات. وطرح السؤال هل تريدون التأييد مرشح معين أو مساند مرشح معين أم تقديم مرشح باسم الحزب. تم الاختيار عليه وتمت العملية على مستوى كل الولايات، بل إن بعض الولايات قاموا بعملية اقتراع بالصندوق هم مع أم ضد. هذه عملية ديمقراطية لم تحدث في أي حزب آخر. بمعنى أن هذا الأسلوب، هذا الذي أردنا أن نكرس هذه الممارسة الجديدة. هذه الممارسة الجديدة هي التي تعفيك من هذا الضغط الممارس عليك يوميا. طيب، يعني قبل أن نمر ربما إلى تصورك للبرنامج أو برنامجك الانتخابي سيد عز الدين مهوبي ونفصل فيه نوعا ما، أريد أن أسألك سؤال آخر دائما يتعلق نوعا ما يتعلق بالمرحلة الماضية. أريد أن أقول لك يعني أنه لطالما دفعت أنت وزملائك في الحكومات السابقة عن برنامج الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الذي سوق على أنه يعني البرنامج لا مثيل له، وهذا أمر طبيعي في كل حكومات العالم أن تدافع الحكومة عن برنامج رئيسها. لكن تعلم أن الشعب الجزائري رفض بوتفليقة ورفض برنامجه، حتى البرنامج الذي طرحت معالمه يعني فيما يخص العهدة الخامسة. يقول البعض أنه لكي يقبلك الشعب الجزائري اليوم أو أي راغب في الترشح حتى يقبله الشعب الجزائري اليوم يجب أن يكون برنامجه أحسن بكثير من برنامج الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. طيب اليوم برنامجك أو تصورك في ماذا يختلف عن هذا البرنامج، برنامج الرئيس السابق، وكيف ستخلق التميز سيد عز الدين مهوبي؟ شكرا لكم. أولا البرامج التي تمت في فترات سابقة في وهي برامج رئيس عبد العزيز بوتفليقة طبعا اتسمت بأن هذا البرنامج يلتف حوله كثير من الأحزاب لتطبيقه، والذين يكونون في الحكومة أو يشكلون ائتلاف أو غيره. إذن هذا سياق زمني وتاريخي. الآن الصفحة طويت، الآن دخلنا في مرحلة جديدة، وهذه المرحلة لأول مرة تكون فيه انتخابات يعني تعرف هذا العدد الكبير من المرشحين وب يعني ألوان مختلفة وبتوجهات وربما حتى بإيديولوجيات مختلفة. إذن هذا شيء مختلف تماما. إذن هذه يمكن أن نقول هي انتخابات تعددية بامتياز. الانتخابات السابقة هي كانت انتخابات حول مرشحي إجماع. الآن المسألة أن كل واحد له الحق أن يدلي بدلوه في مسألة التعاطي مع الرأي العام ومع الجمهور وفق الأفكار التي يراها قادرة ومناسبة على أن تقنع هذا الجمهور. أنا في كلمتي أثناء إقرار الحزب بعملية ترشيحي قلت كلمة، قلت نحن لسنا الأفضل ولكننا نسعى لأن نقدم الأفضل. إذن هذه مسألة نحن مقتنعون بها، سنسعى لنقدم أفضل ما أمكن من أفكار نصل بها إلى الجزائريين. الجزائري اليوم لا يقبل بأن تقدم له وعودا تدرك أنت وهو أنها غير قابلة للتطبيق. أنت لا يمكنك أن تعده بأشياء تعرف أن إمكاناتك وإن كانت البلد لا تسمح بذلك. سيكون برنامجنا واقعي وطموح من مواطن نحو مواطن. لهذا أن الحملة ستكون حملة مواطنية بامتياز، حملة جوارية في حوار مع الناس. يمكنك أن تخرج إلى الشارع سيد عز الدين مهوبي يعني تلتقي بالشعب بالمواطنين. سأخرج وأعرف أنه ربما ستواجهك كثير من الصعوبات مع بعض الناس الذين ما زالوا يملكون
يعني روح الاحتجاج والرفض، ويمكن أن تصادف هذا، ولكن هذا شعبنا، نحن منه وهو منا، يجب أننا نتواصل معه، نلتقيه مهما كانت الأمور. إذا انكمشنا كلنا وبقينا في مكاتبنا، فما جدوى نتحدث للشعب باسم الشعب ونريد أن نطبق برنامج لهذا الشعب. إذا أعتقد أن المسألة لا أقول فيها مجازفة ممكن عند الآخرين، لا نريد، لكن أن يعني في الحملة الانتخابية ستعتمد ربما العمل الجواري، يعني الخارجات الميدانية طبعا. هذا هو الأساس في النهاية. لماذا؟ لأنك وأنت تتحدث ربما إلى مجموعة شباب أو غيرهم في موضوع معين وتقدم فكرة أو حلا، يمكن أن يأتيك الحل أو الفكرة المقبولة من ذلك الشاب، من ذلك الشاب ربما تتجاوزك أنت. لهذا فإن التفاعلية بينك وبين الجمهور مهمة جدا. يمكن أن نسبة كبيرة مما في برنامجك توضع جانبا وتأتي بهذه الأفكار، لأن الممارسة الحياتية هي التي يمكن أن يعبر عنها أفضل هو المواطن. أنا شخصيا يعرف الناس جميعا أنني من بدايتي مهما كانت المسؤوليات اللي كنت فيها كنت دائما على احتكاك بالشعب، وهذه لأنني ولد شعب، طلعت من تحت حتى وصلت الآن، وفي النهاية يبقى تنزل من المسؤوليات تبقى ذلك المواطن، ذلك الشعبي بصورة عادية. طيب أنا كذلك سألتك سيد عزديمي هو بأنه كيف يمكن أن تخلق التميز يعني بين كل هذا العدد الكبير من الراغبين في الترشح، يعني ولكل البرنامج هو الخاص، ويعني لو تطلع على البرامج أو على التصور البرامج فهي برامج فيه برامج يعني جميلة جدا، لا يعني لا الأخ جمال نظريا أنت كيف يمكن أن تخلق لحد الآن سيد عزديمي؟ لحد الآن لم تظهر البرامج، نعم يعني في بعض هناك عناوين كبرى تحدثوا في البرامج ما دمت راغبا فقط في الترشح، فهذا أنك ما زلت لم تحقق كما يقولوا في الألعاب الأولمبية المينيمان تاعك للدخول في الألعاب. نعم. إذن المسألة أولا ما زلنا في مرحلة التوقيعات وهذه الأمور. البرنامج احنا حاليا أولا لماذا أثق في ما سأقدم؟ لأن المشرفين على البرنامج أولا هم إطارات جزائرية من أبناء المدرسة الجزائرية المستقلة، من الذين يعني حققوا نجاحات كبيرة في قطاعات مختلفة، قطاع الطاقة أو قطاع البنوك أو قطاع أو في الإدارة أو في الصحة أو في التعليم أو في الزراعة، كل هذه أنا لجأت إلى هؤلاء جزائريين كلهم، بعضهم في الداخل وبعضهم في الخارج. نعم. كل من أرى أنه يملك فكرة أو خبرة أو طرح أرى أنه يملك قابلية التنفيذ في واقعنا الجزائري فإنني أعتمده وأضعه في هذا البرنامج. هناك برنامج عام يمتد على سنوات يضع تصورا لنموذج تنموي يمتد على 5 سنوات فما بعد، وهناك قرارات استعجالية هذه لا تنتظر طويلا. نعم. بعد انتخاب الرئيس مباشرة يشرع في تنفيذها مثلا. أتريدني أن أكشف عن أوراقي في البداية؟ لا، بعض قلت أنه فيه بعض القرارات الاستعجالية بعض التي يجب أن تتخذ، يعني بعض الأشياء مثلا أعطيك الذي يحدث حاليا في حياتنا هل هو منطقي؟ هناك جناح يرفض الانتخابات وجناح آخر يمشي الانتخابات، هل سندخل مرحلة ما بعد انتخاب الرئيس بهذا الشرخ الموجود؟ لابد من رأب الصدع بين الجزائريين، لابد من لقاء جزائري يجتمع فيه كل الفرقاء، كل الشركاء، كل السياسيين، كل الذين هم فاعلون في حياة الجزائريين، نقابات، شخصيات، أحزاب، تنظيمات شبانية، كل هؤلاء لهم أن يلتقوا وأن يتحاوروا وأن يقدم كل منهم أفضل ما عنده من أفكار. والهدف ونصل في نعم الهدف في النهاية هو تقليص هذه الفجوة من الخلافات والاختلافات الموجودة. طبيعي جدا أن لا نبقي على الأمر هكذا، هذه مسألة أساسية. طيب
فيه نقطة مهمة كذلك سيد عز الدين مهوب، يعني البعض يتخوف من أن تتدخل المؤسسة العسكرية في صناعة القرار بعد 12 ديسمبر، يعني بعد الرئاسيات، رغم أن رئيس الأركان قال أن عهد صناعة الرؤساء قد انتهى، وقد تعهد أيضا وأقسم بعدم دعم أي مرشح وعدم التدخل في الشأن السياسي، ومهمة المؤسسة العسكرية كما قال هي مرافقة هذا المسار السياسي. في هذا الشأن، يعني لو أصبحت بعد 12 ديسمبر رئيسا للجمهورية، ما هي الضمانات التي تقدمها للشعب الجزائري فيما يخص هذه المسألة، ويعني الضمانات في يعني ضمان حياد المؤسسة العسكرية؟ شكرا. أولا، كل الجزائريين مدينون للمؤسسة العسكرية ولقيادة الجيش الوطني الشعبي بهذا العمل الكبير الذي تم. أولا، تم كل هذا العمل في الانتقال في الجزائر من موقف هذا الغليان الشعبي وهذا الحراك وهذه المرافقة الدائمة التي وصلت بالجزائريين إلى محطة هي الانتخابات. كل هذا تم أولا في إطار الدستور، المؤسسة بقيت ملتزمة به، لم تحد عنه كما يقال قيد أنملة. إذن هذه مسألة لا يختلف حولها اثنان. وبالرغم من المحاولات المتواصلة والمتكررة والضغط الذي مورس في سبيل الدفع بالمؤسسة إلى أن تخرج عن الإطار الدستوري، كان الرد واضحا وصريحا: نحن لا نرغب في السلطة، لكم أن تتحاوروا فيما بينكم وأن تتخبوا الرئيس وتعفون نحن من أن نحل محلكم، ولنا مهامنا الدستورية. الجيش له مهامه الدستورية التي التزم بها والتي دافع عنها بوضوح وبعمل، يعني كما قلت يجب أن تقدم كل التقديرات لهذا العمل الذي جنب الجزائر بهذه السلمية التي عرفها الحراك، وبالذهاب للحوار، وبالآن دخول المحطة الأخيرة التي ستقي الجزائر وتعفيها من أن تدخل في يعني في مجهول لا يعرف أحد يعني مآلاته. نعم. إذن فأعتقد أن الدستور كان واضح دائما في ما يتعلق بصلاحيات المؤسسة الدستورية، وهو دور مهم جدا لصالح حماية أمن الجزائريين وحدودهم. وأعتقد أن الدرس قدم في أكثر من مناسبة في هذا التصدي المتواصل لكل من يسعى لأن يمس بأمن الجزائر وأن يهدد استقرارها. طيب. إذن فنحن نقول إننا سنعزز أكثر مكانة المؤسسة في الدستور، ونعزز أكثر عملها لأن تزداد احترافية ومهنية، وقد وصلت إلى مستوى من حق الجزائريين جميعا أن يعتزوا بما وصلت إليه. طيب سيد عز الدين مهوبي، في الجانب الاقتصادي، يقول أحدهم، يعني سمعت أحدهم يقول يوما ما: منذ نعومة أظافري وأنا أستمع إلى خطابات تتحدث عن تنويع الاقتصاد الجزائري، ويقول: أكاد أصبح شيخا ولم يتنوع هذا الاقتصاد، ولكن الوعود وهذه الخطابات لا زالت على نفسها، ويعني حقيقة وواقع الاقتصاد الجزائري لا زال نفسه، هو يعتمد دائما على الريال البترولي. حينما ربما أريد تنويع هذا الاقتصاد، تم خلق زمرة استولت على ثروات البلاد، هكذا يقول هذا المعلق. يعني اليوم سيد عز الدين مهوبي، بواقعية وبعيدا عن هذه الخطابات وهذه الوعود التي كانت ترتل، كيف سيتنوع هذا الاقتصاد إذا أصبحت رئيسا للجمهورية؟ يعني تحدث لنا عن مشاريع، أعطنا أمثلة، أعطنا استراتيجية يعني واضحة لتنويع الاقتصاد الجزائري. شكرا لكم. وهذه مسألة أساسية وحيوية، ولا يمكن لأي راغب في الترشح أو مترشح أن يتجاوزها. الاقتصاد الجزائري الآن في وضع صعب، بحاجة إلى عمل استثنائي مستعجلي سريع.
أقول هذا لأن أولا غابت ثقافة التخطيط في اقتصادنا طويلا، سادت الارتجالية وهي التي أوصلت الاقتصاد إلى أنه أصبح محل تجارب مستمرة، في كل مرة تظهر نغمة تقودك شرقا تقودك جنوبا تبقيك مراوحا في المكان، هذه الأشياء التي وصلت. الاقتصاد الجزائري الآن بحاجة، الشيء الأول الذي نريده هو أولا تنقية الاقتصاد من كل ما يشكل سببا في وضعه الحالي، القوانين، الممارسات، أيضا العمل الأساس وهو الاستشراف. لابد من أن لا ننظر إلى أنفسنا نحن ولكن إلى الأجيال القادمة التي هي بحاجة إلى أن تفتح أمامها طرق للمساهمة في بناء هذا البلد، يتوفر على كل المقدرات، يتوفر على كل الإمكانات، لا البشرية ولا الموارد بتنوعها. معلوم يعني صحيح. إذن الشيء الأول احنا قلنا أننا سنضع نموذج. كيف سيكون هذا النموذج؟ سيكون هذا ليبرالي اشتراكي؟ لا ما نقولوش. سيحافظ أولا على كل ما هو اجتماعي، لا بد من نحافظ عليه. هذا المكسب الكبير للجزائريين، لأن هناك فئات لا يجب أن نتجاوز هذه الفئات بأننا نعلن ليبرالية متوحشة فتقضي على هؤلاء ويبقى دائما حالة الإحباط وحالة التطرف تحدث داخل المجتمع. هناك مثلا أعطيك مثال وربما سيفاجئ بعض الناس بهذا، الاقتصاد الموازي لانفورمال، يعني هذو الناس السوق الموازية وغيرها. نعم السوق الموازية بصفة عامة، بدلا من العملة إلى هذه مسألة، هذا واقع حقيقي في حياتنا لا يمكن أن نتجاوزه. استعملت كل الأساليب حوله، استعمل القانون، استعملت العصا، استعملوا كل هذه الأشياء، لم ينجح أي كان في هذا. إذن لا بد من احتواء هذا الاقتصاد الموازي داخل المنظومة الاقتصادية المقننة. يجب أن تكون هناك عمل كبير على صعيد بعض الورشات التي ستعمل على كيفية إدماجه، حتى لا يكون أولا عبء على الاقتصاد خارج يعني الأطر التشريعية والقوانين والقوانين الضرائب والجبايات والأمور هذه، ولكن يجب أن نوجد له صيغة لإدماجه. الآن يجب أن تأخذ هذه المسألة ضمن المنظومة الاقتصادية التي نريدها. مسألة المحروقات أيضا، وهو يعني الوعاء الاقتصادي الوحيد الذي يشكل مصدر رزق الجزائريين الآن، لا نريده أيضا أن يكون محل مزايدات ومضاربات، لا باسم هذا القانون لا باسم ذاك. يجب أن هذه الأمور كلها تخضع إلى سيادة جزائرية بحتة، أن تراعي مصلحة الشعب الجزائري أولا وأخيرا. الشركاء لهم حقوقهم ولهم دورهم ولهم أيضا مطالبهم، وأن تناقش هذه كما هو معمول به في أي بلد نفطي آخر. نحن لن نبتكر يعني أشياء جديدة في هذا الأمر، سنعمل بما هو معمول به في كثير من البلدان التي نجحت في إدارة موردها الأساسي وهو الاقتصاد. لكن الشيء البديل الذي نريده، نحن نعرف إمكانات البلد في المجال الزراعي وفي غيره، هذه الأشياء أولا يجب أن تؤمن لها البيئة الأساسية. هذه المستثمر اللي يجيك جايب مشروع ويجد أنه حتى يبدأ المشروع نتاعه لابد له من أكثر من 15 أو 20 ختم، يعني يدور الحبل على الجبل حتى يقدر يصل إلى بداية مشروعه. يجب أن نقلص مثل هذه الأشياء كما هو معمول به في كل البلدان. طيب بتحفيزات كبيرة. طيب إلى جانب المحروقات، ما هو القطاع ربما الاستراتيجي الثاني الذي تراه مناسبا للاعتماد عليه بعد المحروقات؟ شوف، كاين قطاع الزراعة والخدمات، هذه مسائل أساسية، خدمات مثل السياحة ومثل غيره. هذه أشياء، الجزائر ليست بلد معزول على الحضارة وعلى التاريخ، ما نتوفر نحن عليه من معالم سياحية لا تتوفر عليه أي بلدان،
يعني مجاورة لنا، بل إننا ولكنها مهملة سيد ميهو، يعني غير مستغلة، إذن لا بد من إعادة إعادة الاعتبار لها. الآن يجب أن نكون على درجة عالية من الاحتراف. المسألة ليست في أنك تنشئ يعني وكالات سياحية وتطلب منها أن تكون هناك. نحن الآن على تماس مع ما يجري في العالم، أن نأخذ بالتجارب الناجحة في هذا، ثم أعطيك مثال آخر. مثلا في المجال الصحي، أنا نشوف في الآلاف من الجزائريين يقصدون، نقولوا تونس ويروحوا لتركيا ويروحوا لإسبانيا ويروحوا لفرنسا ويروحوا لبلجيكا وغيره للعلاج، وأحيانا في العلاج يمس بعض المسائل البسيطة جدا، بعض ممكن حتى الصحة الترفيهية أحيانا، نعم، يمكن نقولها هذه، يعني تنفق أموال كثيرة خارج، تستنزف. هذه والشيء اللي يمنع جزائريين في أنهم الشيء اللي راه موجود ليه يجيبوه لنا. كل شيء ما يريده الجزائريون، يعني لماذا يتنقل الجزائريون مثلا إلى تونس أو إلى تركيا أو إلى أي بلد آخر، يعني للعلاج، لأن فقط يعني فيه طوابير كثيرة سيد عز الدين، مثلا في السفارات من أجل الحصول على التأشيرة من أجل الذهاب إلى فرنسا أو أي بلد أوروبي. أنا أتكلم لك على التشخيص، نعم، أني أعطيتك التشخيص قبل ما أتكلم لك أنا الآن. ما الذي يمنع في أن تكون هذه الأشياء عندنا في الجزائر؟ ما الذي يمنع؟ لأن هناك معوقات حدثت داخل المنظومة التشريعية الخاصة بالاقتصاد. القاعدة 51-49 10 سنوات وحنا ننفذها، والحقيقة أننا ونحن كنا مسؤولين كنا ننظر إليها على أساس أنها قاعدة تحمي الاقتصاد الوطني، السيادة الاقتصادية الوطنية، أنها تحفز وأنها تخلي أن الجزائريين دائما هما يعني ملاك القرار الاخير في اي قرار، يعني الاستغلال ربما الاجنبي، لكن تبين في النهايه انه حق اريد به باطل. لاننا عندما اكتشفنا ان المستفيدين من ال 51 هي مجموعه احتكرت كل شيء في الجزائر، نعم في الجزائر. لهذا فان الاجانب عندما ياتون ياتي بحقيبته وبمشروعه ويجي يعرض عليك، يجد نفسه احيانا يعني واقع تحت يمكن نقول ابتزاز باسم القانون. طيب سيجد نفسه يعني مضطر للدخول في شراكه مع جهه جزائريه تستفيد هذه الجهه الجزائريه من امتيازات الشريك الاجنبي، نعم، بصوره قانونيه. اسقاط هذه الماده الان، إسقاط هذه المادة يمكنه أن يحرر الاستثمار في الجزائر، لأننا حينها سنستثني بعض القطاعات الاستراتيجية البالغة الأهمية ذات الطبيعة ممكن الأمنية أو غيرها. أما الاقتصاد الخدماتي، طيب هذا الأمر يعني مطروح الآن سيد عز الدين ميهو، نعم، ولك طرحة يعني الإعلان عن إسقاط هذه المادة لم يمضى عليه سوى أسبوعين أو ثلاثة أسابيع فقط، لكن عملية تنفيذها الآن هو إنشاء بيئة، نعم، القادم هو الذي يضع لها الآليات الميكانيزمات الجديدة التي تمكن كل هؤلاء الشركاء الأجانب في دخول السوق الجزائرية مطمئنين بأمان، حقوقهم محفوظة وحقوق الجزائريين مؤمن عليها. طيب حتى نقدم نوعا ما سيد عز الدين ميهو في الأسئلة، أنه لا يمكنني يعني أن أربط هذا بموضوع مهم أعتقد اسمح لي، وهو الدبلوماسية الاقتصادية. نعم. يعني بمعنى أن نحن نملك يعني عشرات الممثلات الدبلوماسية والسفارات والقنصليات الجزائرية المنتشرة في العالم، عليها أن تقوم بعمل أساسي في هذا. ما جدوى سفارة في هذا البلد أو ذاك، ليس فقط لأن توجد صداقة بين الجزائري وهذا البلد، أو لأنها تعنى بالجالية أو للتمثيل الدبلوماسي المعروف، ولكن أن تقوم بنسبة تفوق نقول لك 70% من عملها يجب أن يتجه نحو المجال الاقتصادي. إن كان هذا البلد صناعيا ويتوفر على طاقات كبيرة، يمكن جلب المستثمرين ليدرسوا فرص الاستثمار في بلادنا. طيب هذا الأمر سيد عز الدين ميهو لماذا لم يحصل يعني في وقت مضى؟ يعني التسويق للجزائر، صورة الجزائر، الاقتصاد الجزائري، للسياحة، لأنه وقع فيه تكريس معين لسياسة الاعتماد فقط على الدولة. الدولة الآن يجب أن تجد لها أذرع اقتصادية من خلال الدبلوماسية الاقتصادية وغيرها. ألا يمكننا تصدير
أو تسويق المنتجات الجزائرية لبلدان مثل إفريقيا. إفريقيا يعني نحن جزء منها وهي جزء من 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 الجزائر، يعني تسويق المنتجات، الخبرات العلمية، الأساتذة، الأطباء، المهندسين الذين لم يجدوا مكانا في سوق الشغل الجزائرية، هم بطلون أحيانا يصابون بإحباط، يفكرون في الحرقة وفي الهجرة. لماذا ما كانش فيه سفير ينجح في أنه يقدر يأخذ 30 طبيب، 20 مهندس، 20 أستاذ إلى دولة إفريقية هي بحاجة إلى مثل هذه الخبرات؟ لا أحد أعتقد أنه يمنع. يجب أن السفير أول ما يبدأ في طرق أبواب الوزارات المعنية في هذه البلدان للوصول إلى تصدير هذه الخبرات والكفاءات الجزائرية، اللي هي مع تحقيق الاكتفاء طبعا أولا وأخيرا في بلادنا. طيب طبعاً. نعم، دائما اقتصاديا وربما حتى نمر إلى شيء آخر لأن الوقت يمضي سيد عز الدين مهوبي، دائما في الجانب الاقتصادي، كيف تتصور الجزائر يعني مع نهاية أو في حدود سنة 2025، يعني أقصد بعد نهاية العهدة القادمة للرئيس القادم، ولو أصبحت أنت كيف تتصورها؟ أعطيني ربما مثال أو مقارنة مع بلد معين مثلا. في بداية استقلال الجزائر، الجزائر كانت على نفس الدرجة من المستوى التنموي مع إسبانيا ومع كوريا الجنوبية. كانت كوريا يعني نقولوا الجنوبية لأنها هي التي تشكل الآن طفرة كبيرة في التطور. الجزائر يمكنها أن تحقق خطوات كبيرة في هذا المجال. الشيء الأول هو القيام بعمل كبير ومعمق. هذا العمل الكبير والمعمق أولا يكون على مستوى تنقية هذه القوانين من كل ما يجري في منظومتنا الاقتصادية. نعمل مثل ما عملت الصين في نهاية الثمانينيات عندما قامت برمي كل القوانين القديمة وجاءت بقوانين جديدة حررت الاقتصاد، وقيل للصينيين حينذاك: أيها الصينيون، يمكنكم أن تكسبوا الثروة مثل أي شعب من الشعوب، هكذا نحرر الجزائر. يكون كسب الثروة من خلال احترام القوانين، من خلال المبادرة، من خلال يعني إحداث الاعتماد على شراكة كبيرة بين البحث العلمي والمؤسسة التنموية الجزائرية. هذه الأشياء يجب أن تحقق. طيب، من هذه القوانين التي يجب احترامها المتعلقة مثلا باتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الذي يرى فيها الكثير من الخبراء الاقتصاديون أن الجزائر إجحاف وأن الجزائر هي الخاسر الأكبر فيها مثلا؟ احنا لا يعني لا يمكننا أن نستثني أي قانون من المراجعة. كل قانون رأينا فيه إجحافا في حق الجزائر، في حق اقتصادها، في حق منتجاتها، في حق، سنعمل على مراجعته لأن الحوار يبقى مفتوح دائما بين الجزائر وشركائها في هذا المجال. يمكن الجزائر أن تبتكر حلولا جديدة في هذا المجال. يجب أن يكون اقتصادنا قوي حتى تحاور من مركز قوة لا من مركز الإنسان المستهلك التابع العاجز على أن يقول كلمة يعني تحميه أمام هذه الهيئة وهذه المنظمة. طيب، ماذا عن السلطة التشريعية سيد عز الدين مهوبي التي يعني كما تعلم خيبت نوعا ما أمال الجزائريين يعني في كثير من الأحيان؟ هذه السلطة التشريعية، البرلمان بغرفتيه، هل ستعيد النظر مثلا في شروط دخول البرلمان؟ الشيء الأول الذي يجب أن نقره ونكرسه هو الفصل بين السلطات تنفيذية، تشريعية، قضائية، كل يعمل في إطاره، لكن لا بد من إجراء عملية مراجعة لأداء كل هذه السلطات. يجب أن نراجعها ونجعلها أكثر نجاعة وأكثر فائدة وأقل يعني انتقادا على المستوى الشعبي أو حتى الرسمي أيضا. إذن فتكون هناك عملية مراجعة لأداء كل هذه السلطات بما فيها السلطة التشريعية التي أشرت إليها. طيب، حتى بقي لدينا سؤالين فقط سيد عز الدين مهوبي فيما يخص قطاع العدالة، يعول عليه اليوم كثيرا يعني الجزائريون خاصة في المرحلة القادمة. كيف ستعمل أو سترقي هذا القطاع خصوصا يعني من جانب الاستقلالية
وكيف ستعمل كذلك على محاربة الفساد وردعه خاصة؟ شكرا. الجزائري نريده عندما يتجه إلى المحكمة في نزاع معين أو في قضية معينة أن يشعر دائما أنه مطمئن إلى أنه سينصف. سينصف إن كان الحق له أم عليه. والشأن نفسه لا نريد أن العدالة فقط أن يربط اسم العدالة بالمحاربة الفساد. العدالة ليست فقط فساد، هي أن تكون ضامنة لحقوق الجزائريين في نزاعهم وفي القضايا التي تطرح عليها. طيب، ولكن الفساد ربما تضررت منه البلاد، تضرر منه الشعب الجزائري. لا مش معنى كل يعني اليوم يريد قوانين رادعة حقيقية، يعني يريد القوانين موجودة. الآن يعني آليات تمنع أو تتصدى لهذا الفساد. في السابق كانت العدالة، كان يطلق عليها جهاز العدالة. نحن نريدها أن تكون عدالة وفقط، الجهاز يوضع جانبا. لهذا بإمكانها حينما تكون عدالة مستقلة خارج عن المؤثرات السياسية أو غيرها، يمكنها أن تحقق السلم الاجتماعي في البلد، أن تشعر الجزائريين بأنهم مؤمنون على حقوقهم في حالة نزاعهم أو في حالة يعني تقاضيهم في أي قضية. الفساد استشرى في جسم الجزائر، لهذا فهو أولوية في هذه المسألة. طيب، فيما يخص من بينها يعني دائما في مسألة أو في قضية القطاع العدالة، يعني ماذا عن منصب القاضي الأول للبلاد ورئيس المجلس الأعلى للقضاء؟ هل سيبقى تابعا لرئيس الجمهورية؟ نتحدث عن صلاحية رئيس الجمهورية، يعني لو أصبحت رئيس الجمهورية سيلازدي ميهو، هذه لابد أن تخضع لاستشارة بين كل المهنيين في هذا المجال. نعم. طيب، حتى نختم سيد عز الدين ميهوبي، كيف ترى حظوظك في الانتخابات الرئاسية القادمة؟ الحظوظ يحددها أولا مدى قدرتي في إقناع الجمهور، إقناع المواطنين، وأعتقد أنني أمتلك ربما بعض المفاتيح في هذا، لأنني أعيش دائما في الوسط الشعبي، أتكلم لغة الشعب البسيط عادي، لن يسمعوا مني اللغة الفصيحة التي أتحدث منها، وإحنا لابد أيضا نحترم كل لغتنا الوطنية بما فيها طبعا اللغة الأمازيغية التي هي بحاجة إلى عمل كبير، عمل علمي ومعرفي كبير لتطويرها. وسأكون قريبا من المواطنين في كل مكان، سأستمع إليهم، سأنصت بأذن الذي يدرك قيمة أي سؤال إن كان كبيرا أو صغيرا، معقدا أو مكشوفا. طيب، بماذا تعد وبماذا تتعهد للشعب الجزائري في حال فوزك بالانتخابات الرئاسية؟ أتعهد بأن أكون صادقا في خدمته حسب، وأتمنى أن الجزائر تكون دائما هي المنتصرة. أنا أشكرك جزيل الشكر السيد عز الدين ميهوبي. أنت راغب في الترشح لرئاسية 12 ديسمبر، وكذلك الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي. شكرا جزيلا لك لقبولك الدعوة. الله يسلمك، شكرا لكم. شكرا جزيلا لك. ومشاهدينا الأفاضل، شكرا جزيلا لكم أنتم أيضا على طيب الإصغاء والمتابعة. أتمنى لكم نهاية أسبوع طيبة، نلتقي الأسبوع القادم، إلى اللقاء، شكرا.